يعلن مركز قيادة الثورة المصرية بالتعاون مع نظيره التونسي عن بدء الدورة التدريبية لقلب نظام الحكم للأشقاء العرب، وتغطي الدورة جميع المهارات والخبرات الأساسية والمتقدمة واللازمة للتخلص من النظام الحاكم في أقل من 3 أسابيع. يشرف على الدورة الثائر المصري وائل غنيم، والذي استطاع أن يشعل فتيل الثورة المصرية في 25 يناير بدعم إخواني صهيوني إيراني موزمبيقي أفغاني ماسوني حلزوني مشترك. مدة الدورة 3 أشهر وتشتمل على وجبة كنتاكي كومبو حجم عائلي، أجندة أجنبية موديل 2011 ورق فاخر 90 جرام، 50,000 يورو مع خصم 10% ضريبة مبيعات، حظاظة الماسونية الفوسفورية والمتوفرة ب5 ألوان مختلفة تناسب جميع الأذواق، لوجو الأسد الماسوني اللاصق بمقاسات وألوان مختلفة، مجموعة مختارة من أقوى الشعارات واللافتات الثورية، وأخيراً لابتوب محمل عليه أحدث البرامج والألعاب المجسمة مع اشتراك مجاني بالإنترنت طوال فترة الدورة. ولا تنسى تحميل أحدث دروس فك حجب المواقع الاجتماعية مجاناً. شعارنا الحر يعني يمشي يلي ما بتفهمش. للحجز والاستعلام 25-1-20-11. هذه الدورة برعاية كنتاكي، جوجل، فيسبوك، تويتر، والراجل واقف ورا عمر سليمان. هافا نانجيلا هافا نانجيلا بنسمتها